على مستوى النقص المسجل في السدود، التطور مش باش يكون كبير برشا، وبالتالي باش نقعد تحت نظام القطع الدوري للمياه، نظرا لانه منسوب المياه مخزون السدود الى الان يراوح مكانه تقريبا ما في 720 مليون متر مكعب، وهذه كميات ما نجمش على الاقل بالنسبه لمياه الشرب ما نجمش توصلنا معناها الا بشويه كبسه بشويه ترشيد في استهلاك الماء باش توصلنا الى بدايه موسم الخريف القادم.